وعن المطالبات الشعبية بإيجاد وظائف والاحتجاجات أيضا على السياسات الحكومية في ملف البطالة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. حياكم الله. حياكم الله أستاذ عبد الله. يعني خرجت في عدد من المحافظات والمدن تظاهرات ووقفات احتجاجية شارك فيها المحاضرون المجانيون والخريجون وموظفو الأجور اليومية أيضا. ألم تعد حكومة الكاظمي ومن قبله بطبيعة الحال عادل عبد المهدي بوعود بالتوظيف؟ يعني ما الذي أخر تلك الوعود؟ حياكم الله، أهلا بك وبمشاهدي قناتكم الكريمة. أخي في العراق طبعا الوعود مستمرة منذ حكومتي، منذ أحد ولايتي نور المايكي وبعدها عادل، وبعدها ولاية حيدر الأبادي وبعدها عادل عبد المهدي، حيث تفجرت المظاهرات بسبب قلة فرص العمل وبسبب كثرة العطل عن العمل وبسبب تراكم المشاكل، خصوصا المشاكل الاقتصادية التي بدأ الشعب يضيق بها ذرعا. أخي لا توجد حلول لمسألة البطالة في العراق. الخريجون كما أشرت إليكم كل عام تقريبا يتخرج أكثر من 40,000 طالب من الجامعات، خصوصا كلاريوس والمعاهد الأخرى. هؤلاء 40,000 لا يجدون لهم فرص عمل لا في الحكومة ولا في السوق المحلية، لأن السوق المحلية شبه مغلقة، خصوصا مع تعطيل كافة المعامل والمصانع بعد احتلال العراق. أما على الجانب الحكومي فالحكومة كل سنة تضخ تقريبا 20 تعين أو تستحوذ على 20% من هؤلاء الخريجين، ال 20% هؤلاء يعطوا وظائف، لكن هذه الوظائف تشترى، يقوم بشرائها هؤلاء الطلاب الخريجين. اقل وظيفه هي في 5000 دولار، يعني 50 ورقه بالعراقي 50 ورقه امريكي 5000 دولار اقل وظيفه في الوقف السمي، عقد في الوقف السمي. اما بعض الوظائف في الوزارات كالنفط والكهرباء تصل الى 12,000 او 15,000 دولار، اي شده ونص باللهجه الدارجه العراقيه. نعم سيد عبد الله، سيد عبد الله، اذا يعني بناء على ماذا اطلقت هذه الوعود من قبل الحكومات المتعاقبه؟ تخدير للتخدير ولاعطاء عمل ولاعطاء الناس وعود كاذبه تكون حذر على ورق. الحكومه تخطط وتعطي وعود، لكن الواقع مرير، الواقع يختلف عن الوعود التي تعطيها الحكومات على ما على مدى 17 او 18 عاما. كل عام، كل بدايه سنه او كل بدايه ولايه جديده لرئيس وزراء جديد يعطي عهود او وعود بفتح المعامل، فتح المصانع، بايجاد فرص عمل للشباب العاطلين، بتعيين الشباب الخريجين، لكن الواقع مرير لا يشبه وعودهم. هم يعلمون، لكن هذه مجرد بج للشعب، مجرد تخدير بعد سنة من وعودهم يذهب الكلام عن إدراج الرياح، وتبقى الميزانية هي ميزانية تشغيلية وليس ميزانية استثمارية، ميزانية تشغيلية تشغل الموظفين ودوائر الدولة وتبقي الوضع على ما هو عليه. المسألة المشكلة بالزياد، لأنها في كل سنة تزداد الوضعية، تزداد سوءا خصوصا مع حر الصيف. طيب هذه السنة يعتقد أنها ستكون شارة، خصوصا أننا مقبلون على صيف فصل. طيب سيد عبد الله، يعني بحسب مصادر صحفية فإن القوات الأمنية اعتدت بالفعل على المعتصمين أمام مصفى نفط ذي قار وعلى الخريجين أيضا في وقفتهم الاحتجاجية. هل القمع الأمني بات يعني حلا أمني، يعني يحل أزمة التعيينات برأي الحكومة؟ القوات الحكومية خصوصا القوات مكافحة الشغب، الحكومة تعتمد على قوات مكافحة الشغب في إخماد هذه المظاهرة، سواء كانت في بغداد وفي المحافظات الأخرى. اينما وجدت مظاهرات، اينما وجدت انتفاضات، اينما وجدت مطالب، مجرد مطالب، تخرج الحكومه بالاف
عناصر مكافحه الشغب والعناصر الامنيه الاخرى متجهزين بالاسلحه بكافه اسلحتهم للوقوف بوجه هؤلاء المنتفضين سواء المطالبين بحقوقهم. مجرد ان يخرج المواطن اصبح المواطن مجرد ان يخرج يطالب بحقوقه المشروعه، حقوقه في العيش الكريم، حقوقه في ايجاد فرصه عمل، حقوقه في التوظيف، مجرد ان يخرج تخرج الحكومه بالاف بالاف او ربما يعني مئات العناصر الامنيه المدججه بالسلاح تقوم بقطع الطريق بقمع وتقوم بقمع هؤلاء الرهبان الذين لم يطالبوا سوى بحقوقهم في عيش كريم وفي وظائف تعينهم على العيش. نعم، يعني في ظل هذا الغضب وهذه التظاهرات، هل تعتقد أننا بتنا أمام موجة جديدة من التظاهرات يقودها هذه المرة يعني حملة الشهادات والمغبونون من العاملين في الحكومة برأيك؟ طبعا هي لم تهدأ الموجة السابقة، ربما كانت فرصة للحكومة الحالية لتصحيح الاخطاء التي قامت بها حكومه عبد المهدي. عندما علم الخريجيون خصوصا من حمله الشهادات العليا الماجستير والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، عندما علموا وتيقنوا ان لا حلول في ظل حكومه الكاظمي وان حكومه الكاظمي تشبه الحكومات السابقه، حكومه عبد المهدي وحكومه حيدر الابادي، ربما هذه موجه جديده ستتصاعد مع تصاعد درجات الحراره خصوصا في فصل الصيف. المطالبه بالخدمات خصوصا خدمات الكهرباء والمطالبه بتعيينات ووظائف جديده للشبان المتخرجين حديثا من جامعات العراق خصوصا من حمله الشهادات العليا الذين ربما تعبوا سنين في مواصله دراستهم في الجامعات وبعد تخرجهم قدموا بالواقع المرير الذي هو واقع كل العراقيين كل الخريجين بعدم وجود فرص عمل. ربما هذه الموجة ستستمر حتى إسقاط ربما هذه الحكومة إذا ما انتشرت هذه في كل المحافظات، هذه الموجة في كل المحافظات وأصبحت هدى ربما شبيهة مع تقدم مع خصوصا مع الحس الشعبي الرافض لهذه الحكومة التي وعدت ولم تلبي مطالب الشعب. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك من جديد.